يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي الجمع بين قوله سبحانه وتعالى عن المشركين يوم القيامة أنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، في آية أخرى فاعترفوا بذنبهم، فكيف الجمع؟ نفس هذا، نفس الآية هذه، والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، اقرأ الآية التي بعدها، فهم كذبوا في حلفهم، كذبوا في يمينهم. نعم.